ومعنا هاتفيا من باريس المحامي المتخصص في شؤون المهاجرين سيد عمران منصور. مرحبا بك سيد عمران. إذا قمة ألمانية فرنسية شهدتها العاصمة الألمانية برلين ناقشت ملفات عديدة كان أهمها إدارة ملف الهجرة في أوروبا، كيف ترى موقف البلدين من هذا الملف؟ شكرا. الحقيقة البلدين هما القوتين العظمى والكبرى في الاتحاد الأوروبي، يعني هما بشكل أو بآخر هما اللذان يديران محيط الشنغن والاتحاد الأوروبي. بالنسبة للمشكلة اللي طرحتها في تقريرك حول ألمانيا وحول فرنسا، أعتقد أن القوتين اتفقتا الآن على عدة نقاط، أن من أبرزها هو إعادة اللاجئين إلى البلد الذي تم أخذ البصمة الأولى من اللاجئ، أي البلد الذي يصل فيه أولا كما طر التعقيد عام 1953 بالنسبة للاجئين بها، وبالتالي فهذا يعرض الملايين ربما والآلاف أو الملايين من اللاجئين الموجودين في الاتحاد الأوروبي إلى عودتهم إلى الدول التي تحيط بالاتحاد الأوروبي، أي بالذات نذكرها هي إيطاليا واليونان. هذه المشكلة التي تؤدي الآن إلى نمو اليمين المتطرف الداعي إلى نمو الوطنية في داخل الاتحاد الأوروبي، وما يعرض الاتحاد الأوروبي إلى هزات صراحة حتى على مجال أو على مستوى الاتحاد الأوروبي. يعني بخصوص ألمانيا سيد عمران، يبدو أن المستشارة الألمانية ميركل تعاني كثيرا من هذا الملف وتبعاته، ومنه ما حصل مع انصدامها مع وزير داخليتها اليميني المتطرف الرافض للمهاجرين. هل تعتقد أن المهاجرين يمكن أن يرسموا نهاية حكومة ميركل الائتلافية؟ قرار بالنسبة للقرار النهائي الذي سوف يتخذه وزير الداخلية الألماني هو سوف يصدر يوم الاثنين القادم كما حدد حزبه، يوم الاثنين القادم سيكون القرار النهائي سواء بالخضوع لميركل او الاستمرار بما يطرحه وزير الداخليه وهو اعاده اللاجئين صاحبين البصمه الاولى الى الدول الاولى والذين تم رفضهم ترحيلهم، ومن جهه اخرى عدم استقبال لاجئ اخر يكون قادم من الاتحاد الاوروبي او من دول اخرى. هذه الامور ميركل تناقشها مع فرنسا في تشكيل قوه جديده ربما يتم من خلالها تشكيل أرصفة لاستقبال اللاجئين خارج الاتحاد الأوروبي، أي ربما تنشأ في تركيا وربما تنشأ في شمال أفريقيا بحسب ممكن على الأراضي الليبية والأراضي التجارية وربما بشكل أو نعم. أي دولة أخرى سوف يتم الاتفاق معها. نعم. المقيمات. إذن بالحديث عن اليمين المتطرف الصاعد في أوروبا على ما يبدو مؤخرا، كيف ترى مستقبل المهاجرين مع هذا الصعود الرافض لهم في أوروبا؟ في الحقيقة نشهد صعودهم في النمسا، ونشهد صعودهم الآن بشكل أو بآخر في ألمانيا، كما تم يعني صعودهم في فرنسا، وبشكل أو بآخر بقوة تم استلامهم الآن للحكومة في إيطاليا. هذه القوة كانت مخفية وكانت غائبة عن الساحة، ولكن نتيجة سياسات وتدفق المئات من اللاجئين والاتحاد الأوروبي أدى إلى نمو هذا الشعور لديهم. أعتقد أن هذا سوف يهدم الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر، وربما يؤدي إلى تشكيل كونفدراليات أو فدراليات أوروبية بدلا من الاتحاد الأوروبي المكون الآن، وهي كانت نظرية مطروحة قبل حتى الفلاسفة الألمان بأن نتيجة تغيير الديمقراطية الاتحاد الأوروبي وبالأخص بدخول ربما بدخول لاجئين و ايضا مهاجرين، وهذه المعضله الكبيره التي يدخل فيها الاتحاد الاوروبي في التنميه بين اللاجئ العاف من الحروب ومن الكوارث وبين المهاجر الباحث عن العمل والباحث عن حياه افضل بسبب الفقر. هذه الامور يحاول الاتحاد الاوروبي ادارتها، وتطبيق مواد الاتفاقيه اللاجئين عام 1953 في محاوله منه، ولكن مع الاسف تجاوزت طاقات الإيطالية واليونانية بالنسبة للاستقبال العديد، مما أدى إلى حساسات في الاتحاد الأوروبي، وسوف يتم قريبا مناقشة هذا الأمر داخل الاتحاد الأوروبي في تشكيل قوة اقتصادية جديدة لمساعدة هذه الدول لاستيعاب عدد أكبر من اللاجئين والوقوف هذه المخيمات اللاجئين أمام الاتحاد الأوروبي، أي بشكل أو بآخر في دول إيطاليا واليونان يتم إطلاق اللاجئين هناك ولا يمكن
لهذه القوة من أشكرك. أشكرك سيد عمران منصور من باريس، المحامي المتخصص في شؤون المهاجرين.